من اول رمضان وانا باخدك معايا صلاة التراويح، ولحد دلوقتي ولا حس ولا خبر. حسي ايه وخبر ايه يا مام؟ انتي مستنية ايه يعني؟ يعني ولا عريس اتقدم لك، ولا حتى حد من الامهات اللي في المسجد كلمني في حاجة. ايه اللي بتقوليه ده بس يا مامي؟ كده ما قدامناش حل غير ان احنا يا اما نغير المسجد يا اما نغير الاسدال ده، او نستنى بقى لصلاة العيد، جايز ربنا يفرجها. لا يا مامي، انا عايزك تجيبي لي في العيد بنطلون كارجو. ايه بنطلون كارو؟ انا اسمع عن العربية الكارو، انما بنطلون كارو جديدة دي. كارو ايه بس يا مامي؟ بقولك كارجو، بنطلون كارجو. كارجو؟ طب يا اختي ربنا يفك كارجو. طب وشكله ايه البنطلون الكارجو ده؟ بنطلون واسع كده يا مامي وفي جيوب كتير. واسع وفي جيوب كتير؟ قصدك باجي. بتيجي فين يا مام؟ اسمه كارجو. ايوه يا اختي عارفاه، اسمه باجي، ده جدك كان عنده واحد اهو يا مام زي ده كده. ايوه هو بعينه عارفاه، اسمه باجي يا اختي. منكو يا جيل اليومين دول، القارو قال اسمه باجي، لازم فزلكة يعني. ودلوقتي معادنا مع فزورة النهاردة، وفزورة النهاردة بتقول: ما هي أفضل ليلة وما هو أفضل يوم في السنة عند الله سبحانه وتعالى؟ رمضان كريم فتح.